أهلا بكم. واش القرآن كلام ديال الله؟ بزاف ديال الناس كيظنوا باللي القرآن كلام الله، حيت هاد الشيء اللي قالوا لينا والدينا، وهاد الشيء اللي قالوا جدودنا الوالدين. والواحد فينا كان كيسمع القرآن كيتجود بصوت حنين، كيطيح عليه الضيم شي مرات، واخا ما يكون فاهم حتى شي حاجة. المهم راه الصوت زوين، والكلمات عربية فصحى قديمة كتسمع في الودن مزيانة. ماشي مهم تفهم، ماشي مهم تعرف المعنى، المهم تقرا القرآن في الجامع مع الجماعة، أو تسمع ليه في كاسيطة بصوت الحصاري ولا الحديفي ولا عبد الباسط عبد الصمد. والدليل أن الناس في رمضان كيمشيو يصليو مثلا في مسجد الحسن الثاني بالآلاف باش يسمعوا القرآن بصوت القزابري. علاش؟ حيت صوته حنين كيطيح عليهم الضيم. ورا ما عندك شحال من واحد ووحدة كيبكيو من وراه، واخا ما يفهموا حتى شي حاجه. قرا القارعه كيبكيو، قرا تبت يدا كيبكيو، قرا العاديات كيبكيو، قرا ليهم سوره الكهف يبكيو. المهم يبكيو، واخا ما يكون في هذه الصور ما يبكي الا جيتي للمعنى. ولكن شكون كيسول على المعنى؟ وشكون عارف اش كيقول القران كاع؟ ولا بغيتوا تتاكدوا باللي اغلبيه المسلمين ما فاهمين والو من القران، غير كيمشيو للجامع يحيدوا عليهم الثقل كما كيقولوا، سير قدام شي جامع وبدا تستجوب الناس اللي خارج، قول لي مثلا اش كتعني غاسق اذا وقع، اش كتعني العاديات ضبحا، اش كتعني ويل لكل همازه لمازه. رغم ان هذه الصور القصيره كل شيء كيقراها في الصلاه وكيسمعها في الجامع، هذا الشيء بلا ما نهضروا على الصور الطويله والكلمات المعقده فيها. شحال ديال الناس البساطة كيقراوا القران وكيسمعوا العربية الفصحى كيسحابوا هذا القرآن ما عرفتش فيه. الواحد كيسمع مثلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، كيقول لك الله الله، وهو راه ما فاهم منها والو. المهم كتسمع بنينة وزوينة ومزوقة بالزواق ديال السجع اللي كيسميه الفقهاء الفاصلة. الفاصلة هي هذيك اللي كتكون في الأخر، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. هذيك حن اللي كتكون في الاخر كتخلي الهضره موزونه، والهضره الموزونه كتجي مزيانه في السماء. ولكن عرفتوا القران من اللي كتجي تشوف المعنى، كتحيد الغلاف ديال الفصحى والحوايج ديال القافيه، كيتعرى كيبان على حقيقته وكيتصدم الواحد، وكيولي ينطبق على القران ذاك المثل المغربي اللي كيقول المزوق من برا اش خبارك من الداخل. ايوا اجيو معايا نشوفوا بعض الامثله باش هذا المزوق من برا نشوفوه من الداخل كي داير. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم باللي المغرب مثلا فيه اكثر من 50% ديال الاميه، والناس ما قارينش مساكن. كون كانوا الناس ديالنا باغين الناس يفهموا القران كلا ترجموه ليهم للدارجه باش يفهموا، حيت دابا ولاو كيديروا لهم الاشهار بالدارجه، الراديوات شحال من اذاعه ولات بالدارجه. وعلاش هذا اللي كيقولوا عليه كلام الله اللي هو اهم من كل شيء ما ترجموش للدارجه؟ حيت عارفينهم غادي يفيقوا، والا فهموه غادي يتصدموا مساكن. اللهم يخليهم غطيهم مستور بالعربيه الفصحى ديال هذه 14 قرن باش حتى واحد ما يفهم، وبقاو غير كيطيح عليهم الضيم من التجويد وصافي. ربما يقول لي شي واحد لا القران ما كيترجمش. ايوا علاش اسيدي ترجمته للفرنسيه، ترجمته للانجليزيه، الالمانيه، السبليونيه الى اخره؟ ماشي احنا اولى؟ خيرنا يدي غيرنا، نترجمو غير لناس اخرين ونخليو ديالنا بلاش. شي واحد عاوتاني يقول لك لا هذيك راها غير ترجمه معاني القران ماشي القران نفسه. اسيدي حتى هذه من اللي تساليو منها سميوها ترجمه معاني القران للدارجه المغربيه، خليو غير الناس يفهموا. اسيدي ربما شي واحد اخر يقدر يقول لك لا القران بالعربيه وحنا كنهضروا العربيه ما نحتاجوش نترجموه. ايوا شكون اللي قال لك اسيدي كنهضروا العربيه؟ ياك كنتعلموا العربيه في المدرسه، واش من اللي كتكون مثلا في الدار كتقول لك امك ولا باك استيقظ يا ابني لقد حان وقت المدرسه، ولا كيقولوا لك فيق ولدي راه خاصك تمشي للمدرسه؟ الفرق كبير. العربيه الفصحى هي لغتنا الثانيه، لغتنا الأولى هي الدارجة المغربية، والقرآن خاصو يترجم للدارجة المغربية.
وانا بديت هذا المشروع ان شاء الله، ونتمنى يكملوا معايا ناس اخرين ينضموا لهذه الفكره باش المغاربه يفيقوا يعرفوا اش كيقراو من اللي كيصليو ومن اللي كيمشيو للجامع ومن اللي يقرا عليهم الخطيب نهار الجمعه، ولا فالحين غير نوريوهم نواقض الوضوء ويستنجاو باليسريه ماشي باليمنيه وكيفاش يحيدوا الجنابه ونسينا المهم. انا غادي نوريكم بعض الصور كمثال، ولكن في المستقبل غادي نحط ان شاء الله كل صور القران بالدارجه. نبداو مثلا بصوره العاديات. الواحد كتلقاه مثلا صلى قرا الفاتحه وبدا كيقرا الصوره اللي من وراء الفاتحه وبدا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأترنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يوم